تمشي جيتي فيها والكاميرا خبعوها والعبر ديروها وجيتي جيتي فيها دو 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 خوني الكاميرا سيدوني على راسي طيحوني هلو هلو يا ندارو هبي وانتي يا العهل مشاهدي الكرام مرحبا بكم. اليوم معنا واحد الفنان مباشرة من مدينة الداخلة، مدينة الداخلة، مدينة الرياح، الصحراء المغربية، مدينة الكايت سيرف، كيجيو للناس من جميع أنحاء العالم. اليوم معنا المفتاح ديال الفنانة عبد الصمد، مفتاح الخير. اليوم غادي نشدو فيه، غادي نجيبو للداخلة وغادي نضحكو معاه مزيان. بقى معنا مفتاح الخير، ما تمشي حتى شي بلاصة، وتنتوما بقاو معنا. الله يعمي الجماعة، الله يعمي على شي بحر. واد تلق هاي اجي قالك تلق طرش غير دير لي تمسح. مشاهدي الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أجي تزور بلادك. اليوم معنا واحد الفنان اللي تنحبوه كاملين، واحد الفنان عشقناه في جميع الأدوار الكوميدية اللي دار. رحبوا معايا بالفنان الرائع والكبير سي مفتاح الخير. الله 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 نهار كبير هذا. الله يبارك الدريسه ياك. ايه شويه ضربني خويا عبد الصمد، الا ما سمحتيش لينا والله ما عندنا فين نباتوا. انت ضرك الدرسه وانا غنضرك في راسك في هذه اللحظه. المهم اجي نعرفوا رايك في السياحه المغربيه، عاد نبداو في المعقول. الله يشافيك، ياك ما ضرك بزاف في الدرسه. لا لا صافي دابا تكلمت غير هي من الفوخه شويه. ما كاين مشكل، شوف الناس كيحبوا كيما بغيتي تكون. انت شوف شو الضحيكه واخا من الفوخه ديال الدرسه الضحيكه كاينه. ونسوك على الداخله، كي جاتك الداخله؟ دخل انا هذه المره الثالثه اللي كنجي لها وكنعتبر راسي ما كنجي لهاش بزاف، لانه حنا صراحه المغاربه محرومين من هذه الطبيعه هذه. صح كنقولوا بحكم البعد وداك الشيء، ولكن ما كاين لا بعد لا والو. دابا راه كاينه الطياره ساعتين ورخيصه وما غالياش. رخيصه راه داكشي ماشي بزاف، ما بسيط داكشي. صح والغريب هو ان الناس كيجيو ليها من 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 اقاصي الارض وكتلقاهم شي جنسيات ما كتفهمش. صح ويعني واحد المنظر انا ما يمكنش نتخيله. صح كما عرفتي مدينه الداخله معروفه بالبحر، معروفه بالرمال الذهبيه، بالصحراء المغربيه، معروفه بالكايت سيرف اللي هو واحد الرياضه اللي كيجيو لها الناس من جميع انحاء العالم باش يديروها. اليوم احنا بغينا نديرو معاك بزاف ديال زاكتيفيتي. انت ما كتعرفش شنو قالوا لي ياك؟ لا انا مراكشي. صافي سالينا المناره كل عام الماكس ولا المناره ماشي شي عمان كاع، يعني ذاك العمان كتوقف زيني ابين كتزيد شي كتمشى عافي كتمشى. هذه فرح معانا في الاعداد. اختي جيتي جيتي دي معك سي عبد الصمد، الله يخليك بدل حوايجو باش نبداو. اول اكتيفيتي عندنا الكايت سيرف، ركوب الامواج. واللي غيعلمك ويعطيك النصائح هو هذا البطل المغربي المهدي. ايوا كنظن تعلمتي ما فيه الكفايه. او يلا ورينا حداكتك مع الامواج. اجي شحال كتوزن اخويا؟ المينيموم اللي خصك يكون عندك في الكايت هو 30 كيلو. حاول تحركها واحد شويه واطلق تلقوش. اجي قالك تلق عندك عندك يا لي موفمون يكون صغار. صغار موفمون صغار فهمتي؟ ما نطلعش بعدا. لا ما تخافش كريم شي لينا الفنان. ويلا كنت غادي نطير. واش انت لا طاربك هادشي بدوك في الكازا نار وظهرك ياك؟ وي ظهرو بارك عليه بارك عليه. نديرو في الماء يلا نديرو. صافي اطلق لابار. اطلق لابار اطلق لابار. اطلقها ما تخاف. سير صافي ناض. هي فاش كتكون جالسه تجيك شويه صعيبه فهمتي؟ صعيبه بالوقت فاش خاصك تريزيستي بلي زابدو بداو. غادي غنديرو تماك بالوقت فيها ومن بعد نشرح لك. صافي اجي نجربو في الماجي. غندخل معاك اخويا خايف عليك. يلا بلو رابيد بيان ا دغوات موفمون يكون سيك ا دغوات. فوالا غوش فوالا فوالا ناض فوالا. اجي هبط سير اجي في الغادي. غوش غوش دغوات 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 غوش 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 كيطلع علينا دغوات 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 دغوات. مالك شمالك الله يجزاك. نادي 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 طاحت مع المسكه.
فرش غيدير لي تفرش ناري الله الله واش طاح لينا بارك عليك كن هاني وبارك عليك وخلي الجهد حيت مازال غتحتاجو في جزيرة التنين اللي حنا غادي لها دابا بيان سير ولكن قبل اجي ندوزو واحد التحية خاصة الى جات على خاطرك استاذ حنا وسط بحار مدينة الداخلة بغينا نوجهو واحد التحية البحارة اللي تيدوزو تقريبا بزاف الاوقات في حياتهم وسط البحر الا بغيتي تقول لهم شي حاجة هذوك البحاره هما كيتسموا جنود الخفاء يعني حنا كتجيو كتقول لي راه واحد الكيلو ديال السردين ولا كالامار ولا هذا الشيء ولكن منين جاي داكش الناس كيجلسوا دي 30 يوم شهرين 3 شهور باش حنا ناكلوا هذاك شويه الحوت وخصك تعرف التمارين اللي كدوز عليهم فمن هذا المنبر كنقول لهم تحيه لكم والله يخليكم لينا وصافي ايوا سيدي نمشيو نتوكلوا على الله نمشيو نتوكلوا توكل على الله حبيبي حيت دابا راك عارف هاد البلاصه كيجيو لها كيجيو لي توريست وداك الشيء وقيل هما اللي داروا كفد كون خلاوه جلسوا هنا يلا لا لا ماني فيك بالعكس تفضل يا بسم الله ولعات الله مشاهدي الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى في برنامجكم ازيد جور بلادك حنايا في جزيره التنين كي جاتك الجزيره رائعه والله هنا ما كرهتش تكون ديال انت وحق الله العظيم شو الواحد يجي يسكن هنا اي يسكن هنا ويصور وكل شيء واش بروجي هنايا شي حاجه سياحيه لا عرفتي شي محلبان يا سلام واش حنا هاد الطبيعه كلها عندنا في المغرب واش هاد الطبيعه كتكلف بزاف ديال الفلوس باش نمشيو ليها لا لان ولا لا بغيتي تمشي بالطوموبيل ولا واش محمد غتطلع لك واش كدير ليا هنا كنصوروا روح حيد ليا من تما الله يرحم والديك ايوا 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 روح حيد ليا من تما شكون هذا وين شريف شنو المشكل روح حيد ليا من تما عندك اش كتزف اصاحبي من هنا علاش اصاحبي شكون انت شكون اصاحبي كدير ليا انا شكون انت انا هو مراكب بلاصتي اختي كنصوروا حنا راه عندنا كنصور باش الحق تصور برنامج حتى لك حرات شحال من عماد عطوني التيسير هاي برنامج كنصوروا غادي نمشيو ما تصورش ليا خويا هنا الله يرحم والديك كتلف علينا بالحجر ما تصورش ليا هنا خلينا نصوروا اصاحبي عادي ما كتلف علينا في الحجر اش باغي اخويا انت ما كتلف علينا ديالي خويا واك شنو الدخول ديالي صافي واش عندنا واحد نص ساعه وغادي نمشيو سير اخويا بحالك اسمع لي قشاوي زعما الناس ديال الجنوب ما دايرينش بحال هكا اخويا بعد مني اش بعد مني من صافي صافي وصافي خرج ديال مني خلي نمشي دار يا سير بحالك انت سير بحالك وعمرو خاصر معاك سير بحالك كالك صافي خلينا خلينا صافي لا 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 عندك حاجه مالك وصل الحرب ايوه شوف 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 لا ومخلين ديك الحبس كنقول واه زاد الحبس صافي لا بيه هاد
غتحروا على الصابر. لا ما عمرك انت فش انا كاع راك عشتي ليه لا وبان لي حكر العداوه وجالس في يدك واش هاد حمزه هذا مالو كان جاي لا ولكن رجوله والله لا رجوله حتى والله تناكلوا قال لك لينا والله الله يخطيكم ما على وجه هذه المنطقة هذه يعني واحد المنطقة اللي مش عجبتني أنا من هذا النهار هذا ورا قلت لشي إخوان غادي نبدأ كل عام كان يجب الله وكان نصح المغاربة أنهم يجوا وشوفوا هذا والله العظيم ما غادي شوف هي ما يكونوا شفاء الزوج رمضان كريم بصحة والعافية والله ينصر المغاربة كلهم شكرا لكم مشاهدي الكرام نلقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم